اظن كلنا بنقعد نتساءل الذكاء الاصطناعي او الارتفيشال انتليجنس رايح فين وهيوصل الى اي مدى. افلام الخيال العلمي بتخوفك من الذكاء الاصطناعي، ده مما لا شك فيه. إيلون ماسك الان بالمناسبه من الذكاء الاصطناعي جدا، عنده تخوفات واضحه معلنه حول مساله الذكاء الاصطناعي وقدرته على انه ممكن يتحكم في البشريه، بس ده مش معناه ان الذكاء الاصطناعي شيء وحش، بالعكس الذكاء الاصطناعي ان احسنت استخدامه زي اي حاجه هيؤدي الى تقدم حقيقي للبشريه. يعني مثلا مؤخرا مجموعه من العلماء استعانوا بهذا الذكاء الاصطناعي علشان يكتشفوا مضاد حيوي جديد ممكن يساعد في قتل انواع مميته وشديده الخطوره من البكتيريا، من اللي بتسمى بكتيريا خارقه. الذكاء الاصطناعي ساعد العقل البشري في خطوة من الممكن بإذن الله إذا نجحت تعمل طفرة في دنيا وعالم الطب. معنا على التليفون الدكتور أيمن الباز، رئيس قسم الهندسة الحيوية بجامعة لويسفيل الأمريكية. أهلا 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 يا دكتور. أهلا أهلا أستاذ يوسف، وحشنا يا دكتور. الله يخليك يا دكتور. الله يخليك، ربنا يخليك يا دكتور ايمن، ربنا يخليك. الدعوه ديت شرفت بالدعوه ديت وتحياتي للشعب المصري كله. لا ده انا اللي متشرف، وزي ما بتشرف برسائل حضرتك كده بقعد اقراها واحده واحده. ربنا يخليك يا دكتور ايمن. دكتور ايمن، كيف ترى هذه الخطوه؟ وعايزين نعرف معناها ايه الاستعانه بالذكاء الاصطناعي علشان نقدر نكتشف مضاد حيوي جديد. هو زي ما انت حضرتك بتقول احنا دلوقتي بنعيش في فتره الذكاء الاصطناعي، وهي ديت بيمثل طفره في مجالات عديده في الطب، سواء في التشخيص سواء في المضادات الحيويه. ودلوقتي بدانا نبدا في الطب بنسميها البرسونالايز ميديسين، ان احنا نبدا نديفلوب دراج تكون مخصصه لاشخاص معينه. فده اللي احنا شفناه النهارده في احد التجارب اللي انت حضرتك بتتكلم عنها. ايوه، ان فريق من كندا من ماكماستر او ام اي تي بداوا يستخدموا الذكاء الاصطناعي في الكشف عن المضادات الحيويه للتعامل مع بعض انواع البكتيريا اللي بدات تشو ريزيستنس للمضادات اللي بيسموها تراديشنال انتي بودي او انتي بايوتيك. فهم ده يعني الفكره اللي هم بداوا يستخدموها، ودي نقطه معينه دلوقتي بتحسسنا عشان نبدا نستخدم الذكاء الاصطناعي لازم نحافظ على البيانات اللي عندنا، لان البيانات دي صار يعني تعتبر ثوره او ثروه يعني اساسيه لان احنا نديفلوب اي ارتفيشال انتليجنس سيستم. فهم كان عندهم داتابيس كبيره من حوالي 7500 مولكيول استخدموها. بالظبط، دي كانت تعتبر اكسبيرمنت تمت في المعامل وبدات تشوف جود ريزلت. استخدموا 7500 ريزلت، يعني تعتبر انواع مختلفه من المضادات الحيويه، بدات تشوف جود ريزلت او جود ريسبونس مع البكتيريا ديت. بداوا يعلموا بها شبكات عصبيه بنسميها ارتفيشال نيورال نتورك، وبداوا يستخدموا الارتفيشال نيورال نتورك هنا ان هي تطلع لهم كومباينيشن جديده. ممكن الكومباينيشن الجديده دي تكون تركيبات جديده للانتي بايوتكس ممكن تستخدم في البكتيريا. فالظريف في الاستادي ديت ان بتبين لنا ان الارتفيشال انتليجنس ممكن يقلل لنا في الكوست او التكلفه ازاي نخلق دواء، لان هم في الاكسبيرمنت ديت عشان نبدا نمشي بالتراديشنال ريسيرش ممكن يكون عندهم ملايين الكومباينيشن اللي هي ممكن الانتي بايوتكس. هم الارتفيشال انتليجنس قدر يطلع لهم حوالي 240، فمن ملايين اوصل ل 240 دي تعتبر يعني هو تم استخدام الذكاء الاصطناعي في فلتره هذه التركيبات المليونيه. عندي ملايين من التركيبات، فالذكاء الاصطناعي فلترها لي ووصلها لي لحد 240 طبقا للبارامترز اللي انا اديتها له او طبقا للمتطلبات اللي انا عايزها. بالظبط، فدي ميزه ان دلوقتي وفر لي التايم ووفر لي الكوست. فدي تعتبر دلوقتي اما اعمل 240 اكسبيرمنت غير ما اقعد في معمل اجرب ملايين طبعا. فهم لقوا التيم ده من 240 تسعه كومباينيشن شو جود ريزلت. فالجود نيوز برضه هنا نفس النظام، انا ما وصلتش لميديسن واحد، انا وصلت للتسعه. فما هستخدم اول نوع وتبدا البكتيريا تقاوم ابدا استخدم النوع الثاني. النوع الثاني يفضل كده لحد ما اكمل بالتسعه بتوعي، واكون كمان بعد كده طلعت مركبات او تركيبات جديده تكمل معايا، ممكن يبقوا تسعه تانيين او 90 تانيين. بالظبط،
وده اللي بقى عاوز اقول برضو النهارده، التجربه اللي احنا شفناها دي تعتبر تجربه بسيطه لاستخدامات الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي دلوقتي بدا يستخدم في حاجات كتيره جدا، يعني من ضمن الحاجات اللي احنا بدانا نستخدمها ان احنا الناس اللي عندها قطع في العمود الفقري، دلوقتي بدانا نستخدم الذكاء الاصطناعي ان احنا بنعمل مايكرو بروسيسور يريبليس البرين، بحيث ان هو يبدا الانسان هو قاعد يديله اشاره تساعد الانسان على الوقوف، تساعد الانسان على العود، ان هو يقعد، ان هو يمشي، يعمل بنسموها الميجور موفمنت. طب ده يخليني اسال سؤال يا دكتور بقى. اصل انا كنت بتكلم في القصه دي من 3 ايام كده على احلامي، يعني احلامي متعلقه بالذكاء الاصطناعي، قلت هل العالم وصل الى انه يعمل نانو بوتس تخش جوه الجسم، فمثلا تبدا تشتغل على محاربه الاورام الخبيثه تدمر هذه الخلايا؟ اللي انت بتقول دوت دي كانت رساله الدكتوراه انا كنت بشرف عليها. لا. وكنا بنستخدم الكلام ده ازاي نتارجت الخليه السرطانيه في سرطان الثدي وسرطان اللنج، ان انت بنركب الدراجز او على كولد نانو بارتكلز، وساعات بنحط برضه على كيلفات نانو بارتكلز، وبنحط عليها سمارت ايجنت. السمارت ايجنت ده بعمل زي المغناطيس، بنجذب بس للمرض الخبيث، وبدأنا وأول ما توصل هناك تبدأ تنفجر وتبدأ تاكل الخلايا السرطانية. والرسالة اللي أشرفت عليها دي طبقناها على مستوى الخلايا وطبقناها على الأنيمال اللي هو السمول أنيمال موديل. حيوانات صغيرة وقوارض وما إلى ذلك. بالظبط. فالنكست ستيب إن شاء الله نعمل كلينيكال ترايل ونجربها على يوم. فده الذكاء الاصطناعي بدأ يستخدم كده. في برضه رسالة أشرفت عليها تانية إن إحنا كنا بنحط الدراجز على فقاعات الهواء، اللي عارف الاطفال عندها لعبه كده ساعات بتحط فيها طبعا زي صابون وتنفخه، يعني كلنا لعبنا بيه واحنا صغيرين. بالظبط. البابلز ديت بدانا نعملها من الدم ونحط عليها جواها دراج، ونبدا عن طريق روبوتس بيبدا يبوش البابلز ديت عن طريق الترا ساوند ويفز، لعند ما توصل مكان التيومر وتبدا نعمل لها نخليها تنفجر، لما تنفجر الميديسن يوصل. وبدانا بنسمي تارجتين كيمو ثيرابي، بدل ما استخدم جنرال كيمو ثيرابي بتبدا فنبدا اوجهه موضعي. بالظبط. فده ده من ضمن التجارب اللي احنا بدانا نستخدمها في المعامل عندنا في استخدام اساليب الذكاء الاصطناعي سواء في المعالجه او التشخيص. هو انا لو جيت لكم في لويس فيلا دكتور ممكن تفرجني على الحاجات دي؟ انت شارف يا دكتور، احنا ده انا هبقى فرحان فرحه، انا في الحاجات دي بعمل زي العيال بجد. فاستحملني. شرفنا يعني وزارنا اللي زارنا رؤساء جامعات كتير جدا ورناهم المعامل والتجارب. فحضرتك يعني عندك انا على قدي بقى، ما انا اقل من دول كلهم، دول كلهم علماء كبار وحضراتكم علماء، انا راجل على قد حالي جدا، بس هبقى حقيقي مبهور. انا بحب الحاجات دي، مجرد شغف يعني في ان حضراتكم العلماء والمتخصصين. لا ده انا اجي امريكا مخصوص بقى. ده حضرتك كده عندك دواء مفتوحه حضرتك. يا بختي يا بختي. لا بجد ده عند حضرتك مفتوح، تشرفنا في اي وقت. الله يخليك يا دكتور ايمن، كل الشكر ليك. عالمنا الكبير الدكتور ايمن الباز، رئيس قسم الهندسه الحيويه بجامعه ويزبيل الولايات المتحده الامريكيه.